فالحياة ليس لها معنى بدون الغيب. فنحن نعلم بالغيب لماذا خلقنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونعلم بالغيب إلى أين نصير. نعلم أنه موت وساعة احتضار ونزول ملائكة عن اليمين أو عن الشمال عزين، ونؤمن بالغيب أنه موت ثم بعده قبر ثم بعده سؤال ثم بعده نعيم أو عذاب، ونؤمن بالغيب أن بعدها نفخ وبعدها صعق وبعدها فزع وبعدها يهب الناس إلى رب العباد ليجازيهم على ما عملوا، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا يوم تعرضون. الإيمان بالغيب يجعل للحياة معنى. الغيب هو إيماننا بما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي لا ندركها بحواسنا، نؤمن بها ونصدق بها ونوقن بها ونعيش من أجلها ولا نشغل عقولنا بالتفكير بغاياتها، إذ أن عقولنا قاصرة عن إدراك ما في أجسادنا من الأعضاء، فكيف تدرك ما في الفلك والكون من الغيبيات، فكيف تدرك ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل من الغيبيات. فبدل أن تشغل عقلك في البحث عن ما غيبه الله عنك، اشغل عقلك في البحث عن ما أوجبه الله عليك وكيفية تحقيقه على مراد الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. أيها الأحبة الكرام، أيها المسلمون، مضت 110 أيام وإخواننا تحت القصف وتحت القهر، وإخواننا يعانون من الجوع، وإخواننا يعانون من البرد، وإخواننا يمنع عنهم شربة الماء. 110 أيام، لو قيل لأحدنا أن يعدها لجف ريقه قبل أن ينتهي منها، وهي 110 أيام مضت على أمة الإسلام وهم مشاهدون ويشاهدون إخوانهم يقتلون، وإخوانهم يجرحون، وإخوانهم يجوعون، وإخوانهم يقصفون، ومن بيوتهم يشردون، يشاهدون بيوت الله تهدم على رؤوسهم، ويشاهدون مشافيهم ومراكز دوائهم وهي تجرف ويقتل من بها. والله أنه أسف، أسف، أسف على حالي وحالك، على حالي وحالك. 110 أيام ونحن نرى ما تمر به إخواننا في أرض غزة. نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله أن ينصرهم. 110 أيام ونحن نرى ما يحدث لحالهم، وأحدنا ما أصلح نفسه ولا غير نفسه ولا أصلح ما بينه وبين الله. 110 أيام وما زالت أعراسنا ممتلئة بالأغاني. 110 أيام ومدارسنا ممتلئة بالاختلاط.
110 أيام، ودول إسلامية تعلن المراقص والمسارح والتبرج والسفور. 110 أيام وهناك فتيات ما تحجبت بحجاب الإسلام. 110 أيام على مستوى الصغير والكبير والحاكم والمحكوم، ونحن في رجوع إلا من رحم الله. فأحدهم ربما رد اللائمة على من دافع عن نفسه وعن أرضه وعن عرضه وعن دينه وعن مقدساته فجعل اللائمة عليهم، وكأنه يريد منهم أن ينتظروا دورهم حتى يؤتوا ويسبوا وتؤخذ نسائهم من جوارهم ويقتل أبناؤهم وتستحل أراضيهم. يريدهم أن ينتظروا، فبدل أن يلام المخذول الذي لم ينصرهم يلومون المظلوم المكلوم المتألم الذي قام بالدفاع عن مقدسات مليار ونصف المليار بادعاءات حزبية أو أخرى وهمية ليس لها في هذا الظرف الحساس أي اعتبار. أيها الأحبة، 110 أيام، 3 أشهر وثلثي شهر، لهي كفيلة بأن تجعل المؤمن ينظر حقد اليهود والنصارى على أهل الإسلام، كفيلة لأن يجعلنا هذا الأمر الذي حدث لإخواننا أن نتيقظ وأن نعلم أن المسألة ليست مسألة أراضي، إنها مسألة دين، إنه حرب للا إله إلا الله محمد رسول الله، إنها مسألة توجب على كل عبد أن ينظر ما في قلبه. أكثر من 110,000 ما بين قتيل وجريح ومفقود وتحت الأنقاض، وأكثر من 2 مليون مشرد، كلهم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيها الأحبة الكرام، إن الناظر في حال أمة الإسلام لينظر أن أعظم مشكلتنا أننا فقدنا أعظم صفاتنا وأول صفاتنا، ألا وهي صفة الإيمان بالغيب. فكثير من الناس قد يعتبر أن هذا العدد الذي مات من الأطفال قبل البلوغ أنهم خسارة على آبائهم لأنه ما آمن بالغيب، والله ليسوا خسارة. كل من مات قبل البلوغ من أطفالهم هو في الجنة يشفع لأبيه وأمه، هذا إيمان. فأولئك الذين قطعت أشلاؤهم وحطمت رؤوسهم هم عند الله شهداء. من مات قبل البلوغ نقول جزما ويقينا وبإجماع أمة الإسلام أنهم شهداء وأنهم في الجنة. أما من بقي من العجزة والضعفاء فنسأل الله أن يتقبلهم شهداء، وأن يشفي جرحاهم ويعافي مبتلاهم ويرد أسراهم. أيها الأخ الكريم، إن الإيمان بالغيب يجعلك تعتقد أن أولئك مضوا بإذن الله إلى رب كريم، مضوا إلى رب كريم وانتهت آلامهم في هذه الحياة الدنيا، ونسأل الله أن يتقبلهم عنده شهداء. الإيمان بالغيب أول صفات هذه الأمة. قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب، لقد خلق الله في الإنسان أمرين يعينان الإنسان على الإيمان بالغيب: الفطرة والعقل. الفطرة تعين الإنسان على أن للخلق هذا ربًا
ولهذا تسأل الصبية التي ما بلغت من العمر السنة والنصف وربما السنة، أين الله؟ ترفع يدها إلى السماء ورأسها، وإذا قلت لها من خلقك أشارت إلى السماء. من علمها وهي لم تنطق بعد؟ إنها الفطرة التي خلقنا الله بها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ثم العقل يدرك ما يستطيع إدراكه مما أخبر الله به من الغيبيات، أما كنهها وحقيقتها فأمرها إلى الله، فالعقل مخلوق، كيف يدري بعلم الخالق سبحانه وتعالى؟ الغيب هو إيماننا بما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي لا ندركها بحواسنا، نؤمن بها ونصدق بها ونوقن بها ونعيش من أجلها، ولا نشغل عقولنا بالتفكير بغاياتها، إذ أن عقولنا قاصرة عن إدراك ما في أجسادنا من الأعضاء، فكيف تدرك ما في الفلك والكون من الغيبيات؟ فكيف تدرك ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل من الغيبيات؟ ولكن العقل ينشغل بالعمل بما يؤثر فيه الغيب ومقتضى الغيب، فبدل أن تشغل عقلك في البحث عن ما غيبه الله عنك، اشغل عقلك في البحث عن ما أوجبه الله عليك وكيفية تحقيقه على مراد الله. أيها الأحبة، الإيمان بالغيب نجده في كل عبادة نعبد الله بها. فالرجل عند أن تصيبه الجنابة فيقوم ليغتسل، من الذي يعرفه أهو جنابة أم غير جنابة إلا الله؟ فهو يؤمن بالغيب، والإيمان بالغيب أوجب له أن يقوم للاغتسال. عند أن تتوضأ للصلاة، من الذي يعلم كيف توضأت أو كيف كان وضوءك أو كيف كانت طهارتك؟ إنه الله، إنه الإيمان بالغيب الذي يدعوك إلى هذا الأمر وإلى إتقانه وإلى إسباغه وإلى فعله كما يريد الله. ثم إذا قمت إلى الصلاة، الصلاة في ظاهرها أعمال ظاهرة، ولكن كل ما فيها غيب. وأقم الصلاة لذكري، فعند أن تقوم بين يدي الله وأنت ساجد، من الذي سيعرف ماذا دعوت وبما سبحت؟ وأنت مستشعر لعظمة الله وأنك في لقاء مع الله، من الذي يعرف ما في قلبك؟ أنت مراء أم مخلص؟ إنه الإيمان بالغيب يجعلك خاشعا لله في صلاتك، ساجدا بقلبك، راكعا بجبينك، إنك مؤمن بالغيب عند أن تقوم، عند أن تقوم والناس نيام، وأنت تقوم بين يدي الله. قال الله عز وجل وهو يحكي حالة هؤلاء الذين يحبهم، الذين ملأ الإيمان بالغيب قلوبهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، يحكي حالتهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لقد أقلقتهم النار والخوف من النار عن النوم، حتى قاموا بأمر آخر يوصفه الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، برد وحب النوم، وجنوبهم تتجافى تقوم. ما الذي حملهم إلى القيام؟ إنه مراقبة علام الغيوب سبحانه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإيمان بالغيب هو الذي يدفع المتصدق ليخرج 100 في جيبه
ليبدلها الله بالحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ما لا يعلم عدده إلا الله. من الذي دفعه إلى أن يخرج مالا بيده وبين يديه رجاء قبوله من الله وأن يتقبل الله عمله؟ الإيمان بالغيب هو الذي يدفع العبد إلى إحسان الظن بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند أن سأله جبريل ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذا أصاب المؤمن خير قال هذا بنعمة الله وبفضل الله، فإيمانه بالغيب يجعله يراقب الله في هذه النعمة ويشكر الله عليها ولا يجعلها حيث لا يريد الله ولا يعصي الله بها، لأنه يستحي من الله أن الله يحسن إليه فيأخذ نعمته فيجعلها في معصيته. إيمانه بالغيب أيها الأحبة هو الذي يدفعه إلى أن يصبر على بلاء الله وقضائه وقدره. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ويقول: وارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. أصابه الله بمصيبة في نفسه، بمرض خطير، بمرض سكري، بمرض ضغط، إنه يؤمن أنها عبادة بينه وبين الله، إن صبر عليها قد تكون سببا في دخوله الجنة. إيمانه بالغيب يغير الحياة، فالحياة ليس لها معنى بدون الغيب. فنحن نعلم بالغيب لماذا خلقنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونعلم بالغيب إلى أين نصير، نعلم أنه موت وساعة احتضار ونزول ملائكة عن اليمين أو عن الشمال عزين، ونؤمن بالغيب أنه موت ثم بعده قبر ثم بعده سؤال ثم بعده نعيم أو عذاب، ونؤمن بالغيب أن بعدها نفخ وبعدها صعق وبعدها فزع وبعدها يهب الناس إلى رب العباد ليجازيهم على ما عملوا، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا يوم تعرضون. لا تخفى منكم خافية. الإيمان بالغيب يجعل للحياة معنى. الإيمان بالغيب يدفع العبد لأن يبذل نفسه في سبيل الله ومن أجل الشهادة في سبيل الله. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يدخلهم شك، لم يدخلهم شبهة، لم تدخلهم ضلالة ولا بدعة ولا انزلاق، ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أولئك هم الصادقون. يوم بدر يوم عظيم، على عتاد قليل، وأولئك بعتادهم وخيلهم ورجلهم، معركة عظيمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اجتمعت الصفان وعمل بالأسباب يقول: قوموا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. مثل لهم الجنة وكأنها أمامهم، وكأن الصف الذي أمامهم إذا قاموا إليه واقتحموه الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عمير بن الحمام صحابي لم يتجاوز 20 من عمره يؤمن بالغيب، فقال: يا رسول الله، بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن، كلمة تقال للشيء المعظم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير، ما حملك على قول بخن بخن؟ قال: يا رسول الله، رجاء أن أكون من أهلها، لقد رآها بقلبه، لقد رآها بيقينه، لقد رآ جنة عرضها السماوات والأرض بقلبه.
قلبه، فلهذا اشتاق إليها، ولهذا عبر بأمنيته رجاء أن أكون من أهلها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من أهلها، أنت من أهلها يا عمير. فأخرج تمرات كل في جيبه، يريد أن يتزود لقتال الكفار. أكل الأولى ثم نظر إلى تلك التمرات التي هي قليل، فقال: لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، إنها لحياة طويلة، المستقبل في الجنة، أنهار الجنة، أشجار الجنة أمامه. فألقى بها ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن الجموح صحابي جليل كان به عرج، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى من لا يؤمنون بالغيب من المنافقين ينسحبون، وينسحب 300 مقاتل، فيبقى 700 في مواجهة 3000 ويزيدون. قال: يا رسول الله، هو مأذون له ألا يجاهد، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. قال: يا رسول الله، إني أريد أن أجاهد في سبيل الله وأبنائي يمنعونني من الجهاد. وكان له 4 أبناء قد قتل منهم 1 في معركة بدر و3 يقاتلون في أحد. قال: فأذن لي يا رسول الله في الجهاد. ماذا يريد هذا الرجل والصحابي العظيم؟ يقين في قلبه. قال: يا رسول الله، أريد أن أخط وأخطو بعرجتي في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه: دعوه، دعوه. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقامت المعركة وحصل ما حصل، فكان من 70 من الأنصار الذين استشهدوا في تلك المعركة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف عليه وبجواره ابنيه، وقيل ابن من أبنائه قد استشهد معه؟ فقال: أما والله أني أشهد أنك تخطو الآن في الجنة. المؤمنة بالغيب زوجته فاطمة بنت حرام، أخت الصحابي الجليل عبد الله بن حرام. قيل لها، انظر الإيمان بالغيب، قيل لها: مات زوجك. عمرو بن الجموع هو زوجها. قالت: ماذا فعل رسول الله؟ قيل لها: مات ابنك. قالت: ماذا فعل رسول الله؟ قيل لها: مات أخوك عبد الله بن حرام. قالت: ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: هو في خير. قالت: لا، حتى أنظر إليه. قال: ففرج الصحابة عنها حتى نظرت إلى وجهه الحسن. أسأل من الله أن يجعل لي وإياكم من من نرى وجهه سبحانه ووجه نبيه عليه الصلاة والسلام. فنظرت إليه فقالت: كل مصاب بعدك جلل، أهم شيء أن تبقى أنت يا رسول الله، وكلنا فداءك، وكلنا فداء مسراك، وكلنا فداء الدين الذي جئت به. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا المزيد إلى يوم الدين. يا أهل اليمن، إنها لشهادة عظيمة ينبغي أن نعظمها في قلوبنا وأن نسعى إلى تحقيقها في حياتنا. الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. أيها الأحبة، يا أهل اليمن،
ينبغي أن نعظم الإيمان في قلوبنا، وأن نوقن أن كل ما يدور ويحدث لله فيه حكمة، وأن نصلح من أنفسنا، وأن نسعى إلى رفع الظلم عنا من تحالف المتحالفين. نسأل الله أن يقاتل أمريكا وبريطانيا ومن تحالف معها، ثم نسعى إلى إصلاح أنفسنا بيننا وبين الله، وإلى نصرة إخواننا بصلاحنا بدعائنا بكل ما نستطيع نصرتهم به، بمقاطعتنا لما جاءنا من الغرب من اليهود والنصارى من الأشياء التي هي كماليات والضروريات، لنسعى جميعا إلى أن نجعل يمننا تستطيع مقاطعة كل شيء وتستغني عن كل شيء بإذن الله وبقوة الله وبحول الله. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. ثم أيها الأحبة، يا شباب الأمة، إن والله المهمة صعبة علينا، نحن في زمن صعب. إذا نودي إلى الصلاة فلا تسمع صوت المؤذن، ولكن اسمع كلمات الأذان، واعلم أنه يناديك إلى الله، لا يناديك إلى مسجد كان أو إليه، ولكنه يناديك إلى ربك، لا لحاجة ربك إليك ولكن لسعادتك أنت. فكل ما بك من هم وغم، وكل ما بك من صعوبات في الحياة، هي بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كلنا، صغيرنا، كبيرنا، ذكرنا، أنثانا، والله لن نجد السعادة إلا بالله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في قلبه ولا يشقى في جسده، لا يضل في دنياه ولا يشقى في آخرته. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنه الضنك الذي نعانيه ونحن على السرر نائمين، ونعانيه في صباحنا، ونعانيه في مسائنا، ونعانيه في أهوان أمتنا وأحوال أمتنا، سببه الإعراض عن ذكر الله. ثم أيها الأخ المسلم، الإيمان بالغيب يحتاج منا إلى ورد من القرآن. لا نغفل عن القرآن، خاصة في هذه الأيام عند أن ترى وتقرأ قول الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعند أن تقلب في صفحات المصحف فتجد آيات تثبت إيمانك وتصلح ما بينك وبين الله، تعيد قلبك إلى ربك، قلبك اليماني، قلبك اللين، قلبك الطاهر، يعود فيتطهر ويزكى بالقرآن وصحيح سنة خير الأنام. عند أن تقلب في القرآن فتقرأ قول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، دين الإسلام أحسن الأديان، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يؤمن بالغيب وممن أوتي الحكمة. نسأل الله أن ينصر المجاهدين في البر والبحر في سبيله ومن أجل إعلاء كلمته، وأن يرحم شهداءنا، وأن يفك أسرانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يشفي جرحانا، وأن يحفظ يمن اليمن والإيمان والسلامة والإسلام من بين يديها ومن خلفها ومن فوقها، ونعوذ بعظمته أن تقتال من تحتها. اللهم احفظ برنا وبحرنا وجونا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في أرض فلسطين، اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع هديه. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن والاهم، اللهم عب عليك بأمريكا وبريطانيا ومن والاها وتولاها، اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين ومن والاهم، دمر أركانهم، زلزل كيانهم، اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم أنت الله، اللهم أنت الله، القوي القاهر القهار، القاهر
القادر الجبار مكور الليل والنهار. أنت الله لا إله إلا أنت المتكبر المؤمن المهيمن العزيز. اللهم بعزتك أعز إخواننا في غزة.